السلام عليكم، كده اخوتي الرياض بخير. اللي بس عليكم درس جديد على كيفاش تصوبوا المادة اللي كان صيدوا بس نور او اسماك ثقيلة. هذه هي طريقة او الطريقة باش كنبداو. كنشدو خشبة ديال العود، كنطراسيو عليها كما كتشوفوا معايا، كنطراسيو. هذه هي الشكل ديال المادة. هنا كنعبروا العبار اللي بغينا، خصو يكون طول من هنا. هنا سيدي كنشدو 17 سنتيم على جوج، كنفتحو واحد فتح الفوق وفتح التحت اللي كتشوفو معايا، كنروليو الخيط. كتولي بلاصة عندك فين ترولي الخيط ديالك. هنا بقاو معايا تشوفو العملية كيفاش غندير. لا اقطع هاد الجوي هادو وارجع عندكم. هانتوما خوتي الرياض، كتجي على هاد الشكل هذا كما قطعت هاد الجوانب هادو. هانتوما المادة ديالك كيفاش تخرج. هي هذه المادة اللي كان صيدها بعض الصنور أو المريني في حفر الموت. هو السبيب اللي قلت لكم، أو السبيب اللي كان استخدموه ديال 160. نحاول نثبتوه هنا في البلاصة هذه وارجع عندكم. انتم اخوت جبت هاد الفيس هذا الرونديلة، نحاول نلو عليها او ندير شي عقدة ونبدا نزير. هانتوما لاحظوا معايا، هانتوما مع قد ما ولا دورت دورة. دابا غنزير هاد الرونديلي على الفيس. هانتوما كيما كتشوف طريقة سهلة وبسيطة، اي واحد يقدر يصوب هاد المادة. شحال من واحد تقول لك بغيت نعرف نصوب المادة، هانتوما هادي الطريقة السهلة، اسهل طريقة باش تصوب المادة. نحيدو الخيط الزائد يبقى تما باش ما يكشفناش في جميع ديال السبيب. هانتوما هذا هو الشكل ديال المادة وكيفاش كتركب الخيط، كيفاش كتفيكسيه. صافي نزير مزيان. دابا صافي هذاك الزائد غنحيدوه، الطرف الزايد. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الشرح هذا الخوت. هانتوما اخوتي، غنبدا نجمع الخيط ديالي، نرولي نرولي تا نجمع داكشي تا يتجمع. تقريبا 30 متر ديال السبيب غتقدنا ان شاء الله في حفر الموت. هانتوما اخوتي كما كتشوفو معنا المادة ديالنا سهلة صغيرة، ما كتحتاجش تهز معاك واحد الخيط وتلويه يتخبل لك. هادي الصنارة اللي كنستعملو الخوت، هي هادي الصنارة ديال الجوج. خوتي تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا استفدتوا وما تنساوناش من اللايك. وغبرنا عليكم الظروف وصافي. سموحة الخوت، السلام عليكم.